فاذا هو مرض خطير لانه بيجي فيه البنات اكتر من الولاد طبعا، فهو خطير عشان كده بالنسبه لنا احنا يعني كبنات. تاني حاجه الاصابه بتبقى من 3-1 في البنت للولد، 3-1. الخطوره بقى انه من 20 ل 40 من 20 ل 40 كنت لسه هسال حضرتك يعني سن صغير سن الجمال والحلاوه والكليه بقى ونخلص الجامعه ونخطب ونتجوز ونخلف، هو ده السن الانرجي والطاقه، فدول المان باور يعني هم دول المفروض ايه السواعد اللي المفروض بتشتغل وتنتج وتعمل. فتخيلي بقى نسبه الاعاقه هتبقى عامله ازاي لو الناس دي ما اتعالجتش وما خدتش العلاج بتاعها. فهو ده الكارثه بتاعته، يعني هو كارثه ان انا مش مرض زي الالزهايمر بيجي في ناس عندها 70 سنه 60 سنه فوق ال 60، لا ده بيجي لناس صغيره اللي انا محتاجهم في المجتمع. طب دي ما نعرفش يعني نقاومه، يعني هل ليه اسباب معينه المجتمع يقدر طبعاً يتجنبها؟ لازم نعرف اسبابه. اول حاجه الاسباب حضرتك قلت كلمتين، هل هو وراثي؟ في جزء منه وراثي. وراثي بنسبه 100%؟ لا الحقيقه. يعني ايه؟ يعني ممكن عائلات ما لاقيش حد خالص في العيله عنده. حتى انا دايما اقول لهم ايه؟ ممكن جدك بقى من حطب يكون كان عنده، لكن الجين موجود عندك في العيله. يعني مش لازم يعني يقول لك انا ما عنديش حد، ايوه بس انت ما تعرفش الانسيسترز بقى بتوعك اللي هم الايه؟ الاساس بتاع عيلتك ممكن يكون كان واحد ايه؟ من الجد السابع. صحيح. وساعات ما بنلاقيش، ساعات بتبقى طفره. طيب لو هي وراثيه، ايه قصه الوراثه؟ عرفوا منين؟ لقوا ان التوائم لما يكون عندي توأم واحد عنده ام اس او يعني التصلب المتعدد والتاني ما عندوش، نسبه الاصابه بتاعه التاني ده بتبقى 30%. يبقى معنى كده ان في وراثه. يعني لو اصابه هذا الشخص طالما توين اللي هم التوأم دول بيبقى جيناتهم بتبقى قريبه قوي، ده شبه متطابقه يعني. ايوه. فوجدوا القصه دي من هنا. وتاني حاجه وجدوا برضو ان ابناء الاشخاص المصابين ممكن بتزيد نسبه الاصابه فيهم، فاذا حته الوراثه موجوده. ده نمره واحد. لكن مش معنى ان انا عندي ام اس ان لازم كل ولادي يطلعوا ام اس او لازم ولادي يطلع عندهم ام اس. ملهاش علاقه. ملهاش علاقه، في ناس بنشوف كده وناس بنشوف كده.